شادي، خلينا نروح دلوقتي نتابع مع حضراتكم اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله، كمان اهم المباريات اللي هتتلعب في الجوله الثامنه من التصفيات الاوروبيه المؤهله لليورو، ومباراه مصر مع الجزائر في ختام المعسكر التدريبي بدوله الامارات. الأخبار اللي هتحصل النهاردة إن لجنة تلقي أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 برئاسة المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات انتهت من فحص طلبات الترشح الأربعة اللي تقدم بها المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي حازم عمر، وقامت برفع نتائج الفحص لمجلس إدارة الهيئة الوطنية لإقرارها، وهيتم نشر القائمة المبدئية اليوم. النهاردة هتنظم الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ندوة علمية بعنوان دور تكنولوجيا الاستشعار من البعد في التنمية الزراعية المستدامة والموارد المائية، وده بيأتي في إطار جهود الشراكة والتعاون الدولي بين الجامعات والهيئات العلمية المصرية مع المؤسسات العلمية الدولية والاستفادة من الخبرات العلمية بشتى المجالات لتطوير البحث العلمي وإحراز المزيد من التقدم على المسار التنموي والاقتصادي وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع 7 مباريات قوية في إطار الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024، منها مباراة بلجيكا مع السويد الساعة 10:15 بالليل، في نفس التوقيت مباراة اليونان مع هولندا. النهاردة العشاء الكرة المصرية موعدهم مع مباراة قوية للمنتخب الوطني عندما يواجه نظيره الجزائري باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، وده الساعة 7 مساء في ختام معسكره التدريبي اللي بتستضيفه دولة الإمارات.